بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وحان قصوى لحضرنا حسر كي سيرة غزوة بدر يوم قصوى لحضرنا مركة نبقى عليه الصلاة والسلام مركي ومقلي جيش كي قريشيد وكي عيدا كي سنبقى دياري عليه الصلاة والسلام نبقى وصوى صعدي وصار نبقى وصوى صعدي مركو كصوى بحي و مارك مدينة أو كصوب حي. فلما قرب مركو أسود وادي من الصفراء ماشى لي ذهذو ومال مدينة ينبع عدا حيس أنت بدر لقاري. بعث النبي وحودري بس بن عمر الجهني نكلي راهنو نكاسو مارك أودري ما داخل هالكاس هالكاس يقول تمام ها ها مي ها هل كذا دخلنا وحين سو قال النبي عليه الصلاة والسلام مركي أو صحابتي أو لشوري أو سعد بن عبادة أو هذلي أو يري ملك صدق الشيد كامهرني نسعسي يا مركي النبي أو فرحي. ثم رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوارث مركي لشوري وتقالك إن لقلا لقوا أنصدي أيوه مرك النبي وصحابه ذي لقوه. فنزلوا حوسه قريبا من بدر ما البدر له لبجد أي مرك مدينة يوجد أي مكان لا صعده أي لقاد جد هراء وواجهه لقاد جري هذه وحي مارت سديتنات كي هذه سديتن كي إلى سديتن يو صدح ذي مالهاس جد هراء لقاد جري طريق القديم لها طريق اسمك بدر وصامره وما قال يروم خير بدن لهجرته هذا لكن طريق اللقاد أوين طريق الهجرة لي هذا وطريق قرد الجاحة نقل عليه الصلاة والسلام أبو بكر يكسو هجره مركة طريق القديمة مركة مرة طريق هذا مارك مكية مدينة ونحية طريق الهجرة لي هذا بدر وحو كجرة مركة المدينة أكدنا عن بدر حو كجرة وبدر حكاة قبل الملك لكن طريق وهراء قديم كها أيام مرة مرك ميل بدر تقوله ودقي وركب صلى الله عليه وسلم نبيه وحوله كري أو يعني رتجسي أو إسرائيل مع رجل من أصحابه من أصحابه سكمله مستخبرا سوى خبر رادنا نبي قلفتي سوى خبر رادنا من كراه وطي وسجن الجديد وطخ مرك عيدا كي وحيالها سيسوء إيه ثم انصرف وقدوم صلى الله عليه مرك وحمه وصل أركين مركا من اي لحظة اسكو عركين ننكي مركا لحظة اسكو عركين وحوير وحبان كوي الديننا نوشا مركا سيئن وحكويري ما يأذنك مركا ورئي شاك مركا سيئن مركا واح نوشاكتو ايان مارتي انكو شاكين مركا سيئن ننكي وحوير وايه هو نهاي وحير بالكورر قريش محمد يأذنتو ذا كورر مركا وحوير اي وحالا اي شاكوير إنه مارتي قريش مالنتا أي مالنتا أي صوب حدي هدي سحت هاي ما أنت هلك أي دقيه بربي برتي أي تلمامين أيو شاك محمد مالنتا أي مالنتا أيو مارتي صوب حوير يجيش كيسي هدي ورك الله إيشي قوروني هنا ماشا أي ماشا سمانت الجنوب ماشا مركا نبقى على السحابيس أي دقيه مرك وركي كذا ما يصير وحويل هي أي قصة كيشيل مرك أصير نحن من ماء بيان كنا نحن بيان لك أبوه نك ويا ماء العراق ما يكيم ماذا نواب ديه أصبع من ماء العراق له هل سكت يا مرك نك مرك أصير ورد حنت اللي كذا ما يصير الخ حرب خد عوار وأنا صحرنا وش يقول بين مش يقول بيان لك أبوه ما أرد قفل بين آدم فلما أمسى مركو قلبتي لقاري بعث عليا وسعدا والزبير
ayuu diray ilaa maa bedr biyaha bedr u diray ceelalaa ka qodnaa ceelashaa marka dhalto raadiyo yaltamisuuna alkhabara ayagoo bal wax khabar iyo wax arkaan oo ciidankii meeshuu joogo raadinayo marka meesha waxay ku arkeen laba oo waxay ku arkeen addoommo quraysh iyo ilaahuna biyo dhaaminaya faqadimuu waxay la soo galeen oy soo wateen bicabdayni lquraysh laba addoono quraysh ay leedahay oo dadkii biyo u dhaaminayo ayay meeshii macmac askarkii meeshii la deganaa ay keeneen walxaal rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam rasuulkii allana qaa'imun uu yahay maaragtay ku taagan uu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam yusallii ou tukanayo fasa'alahumaa asxaabahu waxaa asxaabtii ayaa labadii nin weydiiyey labadii nin oo lasoo qabtay addoommada ayay weydiiyeen waxay ku yidhahdeen liman antumaa yaa iskakiin leh yaad u shaqaynaysaano yaa maaragtay yani xaggeed ka timaadeen ilaa inay khaadamo yihiin addoommo waa la arkee laakiin ciddee idin leh faqaaluu waxay dhaheen naxnu suqaatun liquraysh ciidankii qurayshan u biya dhaaminayna runtay sheegeen marka fakariha dalika asxaabu rasuulillah sal allahu calayhi wasalam arrintaa saxaabada way naceen oo ma jeclaysan wawadduu waxayna jeclaadeen allow kaana liciir abi sufyaan inay nimankaani ay yihiin abu sufyaan safarkiisii niman biyo u dhaadinay ee intay sheegaan meeshaan sufyaan uu jooga qab la siisto nacam wa annahu minhum qariibun inuu u dhow yahay liyafuuzuu biisay u guulaystaan ilaa ciidan badanna ma lahan hanti badanna waa taala bini aadamkuna maaragtay dhibka ma jecla marka saasay jecel yihiin liannahu akhafu asagaa u fudud mu'uunatan xagga qarashka iyo dhibaatada asagaa uga fududoo min qitaalin nafiir colka soo birmad in lala dagaalamo safarkaa ka roor oo min quraysh quraysha waa lishidati ba'sim xoogooda aada u daran ilaa waa kuni wasicdaadihim lidalika iyagu waa soo diyaar garoobay laakiin saxaabadu ma soo diyaar garoobay intii fudu ma markaa soo dhaqaaqday marka waxay leeyihin haddii ciidan kale aan lagu talagelin laga hor yimaado ama dhibaato dhacda fajacaluu waxay bilaabeen yadribuunahuma labadii wiil inay garaacaan faidaa aadaahuma aldarbu dhibku marka wax xanuujiyo oo maaragtay xanuunka ay taabtaan qaalaa waxay dhahaan naxnu liabi sufyaan annaga abu sufyaan aan maarata usoo aroorna faidaa sakatuu canhuma markay ka aamusaan wasaluuma ay weydiiyaan qaalaa naxnu liquraysh annaga qurayshan biya dhaagan runtay sheegaan markii la xanuujiyana haddee waxa dilka looga daayo waxay kulahay abu sufyaan annaga aan u dhaaminayn markii la daayan runta la sheegana waxay leeyihin runtu waa taas haddaa runta rabtaan rasuulkuna marka salaadii ku jira falama insarafa rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam min salaatihi markuu rasuulku salaadii uu ka baxo dhammaystay ayuu qaala wuxuu yidhi walladii nafsii biyadihi ilaahii maaragtay allihii gacantiisa ay naftaydu ku jirtoo ku dhaartay innakum la tadribuunahumaa waad dilaysaan oo garaacaysaan idaa sadaqaa goortay run sheegaan waad dilaysaan wa tatrukuunahumaa waadna ka tegaysaan oo dilkood ka dhaafaysaan idaa kadabaa markay been sheegaan hadii runtaa rabtaana beenta maxaa ku falaysaa laakiin qofku wuxuu jecel yahay waa dhibaato waa nabigaa marka runtoodii fahmay uma qaala wuxuu dhahay akhbiraanii ayna quraysh horta meesha quraysh joogtay ii sheega fa qaalaa waxay dhaheen waraa'a hada alkathiib buurtan oo bacaadka kathiib waxaa le buuraha bacaad ka samaysan maarata oo ramliga buurta ramliga bacaad ka samaysan ayaa kathiib la yidhahdaa buurtan bacaadkaas uma jeeda ha gadaasheeda jeyskii ay ku fadhiyaan taasoo kelna ay ku yidhaahdeen qaala markaa nabigu wuxuu ku yidhi marka kamil qowmu tiradoodu waa mee qoomka intuu leegyahay jeyskan intayba maaragta yani cadadkooda iyo tiradooda leegyahay qaala waxay dhaheen laa cilma lanaa ma ogin annaga nooma tirsana qiyaas kaloo nabigu rabaa inuu ku fahmo fa qaala wuxuu yidhi kam yanxaruuna kula yoomin meeqa geelay qashaan ilaa waagii hore ciidanka duulaaya cunto iyo boksi iyo ku jirta iyo maaragtay cunto jaahisa iyo biskudyaal iyo waxaas ma jirine iyo waxa weeye geelaasaa la kaxaysanaya maalinbi marka geelaa la qalanaya marka geel ayaa la qalanaya fa qaalaa waxay dhahen yooman cashran maalin toban geelay qashaan wa yooman tiscan maalinna sagaal geel
فقال صلى الله عليه وسلم حول القوم ضدك ما بين 900,000 أما وسقال بقول يكون الله نحيم ما وسقال بقول يضرنا سببت قياسه وحوي بقول كينين هل نف جلا كفنا بقول كيلير كيلا كفنا ما كم علنتي سقال نف لا قرصدو أنتي ترضى سقال بقول كذي دت كيد نحق جلا هرب كوايرانة يا هذا هرب كوايرانة يا ما علنت كلا هدلي راه ذو طبعا هلا قرصدو إلا كونكي مدام هيركي قارا صهر هاري صما مركا مالنتي او يرادانا والا بدينا مالنتو بطانا ايش والا يرينا مركا ساسا مالنا سغالنا فلوق لو قلنايا مالنا طبنا فلوق قلنايا نعم وقياسا حقا اسلما مركا هالكاس نبي كفا اذي سينو قياسو عدد كمارت جيشك نعم لابدي كلو مركا او درو الى لغاها أيوغنا وري كيني دونا وأما بصمص بن عمر وعدي بن أبي الزغبان وانك الليجر ونبق مرة صوت الرسول إلى عليه فإنهما أيوغ ورداء وحي صعر ورين وبيا كدان سدين ما أبدا وإنت نبق أمن سوقان إلا أيوغ إلى لك سوه رئي فسمع بركاس وحي مقلين جارية قبر تقول ليس لصاحبتها مدي لك الحليسة ألا تقضيني ديني والعبتي دي ما إسيشت هذه قلت دينك ما فرائق سات فقالت الأخرى وحي تري هذا العقم هاي إنما تقدم العير غدا سفرك روق ريش بالرؤية ما ندونا هذا وحان لش التوريستي يا سفر رضا يا باب وراء ما يشم مرائي وأقوى مخايدها يتولون كفا إيسا سوما مركا سفر كان ما يشم مركا وصومره waxa u baahan yahay ciidan awrta u rara gabdha maarta wax soo kariya qaar deer rogan u heesaysa marka waa mithaabta tourist oo kala weey marka lacag aan baa xagaa laga helayo Soomaa gabdhi aad u shaqeeyaan ragga hadii maarta wax maalaan kulli meesha ay dhaqaaleeyaan wax baa laga helayaa ila dadku ugu shaqeeyaan Soomaa marka ciid haday safar ku yimaado waa u shaqeeyna markaas lacag baan maarta aan ayaan ka helayaa fa a'malu lahum وإنما تقدم العير غدا أو بعد غد بري أما ساد بإيمان سوف أعمل لهم أشقين يا وأقضيك مركو في جدي مركو نبأك كل نحجر وقرت نقاي موقتها فصدقها مجدي من عمر نك سأقول حلا كنت واسفك بالرؤية أنا مركو شقيس العك كسينا يا سه هذا مارتي مرن كمركو أنتاس هكوا أكال نعم مجدنا عروانك ريب المدلج أو مارتي نبي أقول له شيء مرنا كلا دح قالي مارتي جيشكي وحمزة وتي جيشكي أبي جهل وهو توس كل على نك كلا دح قالي هو مركب قرتي وكلا نقي وحير خلاص قبرت سير شيريس مركب شقاء هالشق والشقاء سته أي لعك كسينة مركب كلا جوك سده مركب مرة كنت أقول ما هذا نما كان مركب أنتي بكفى إذا استير مركب لأنكم مركب خبر ربه كلية ما ورك سان إنسان إلا يراه وحا وررك يسوق كجرة يومي هذا كان وحا عد إنه سفرك أي فرتين هايا وبرئ أما سعدن بإماش أي صومار الرواب فاندلقا ويتغين مقبلين أيقو لن نقضي بما سمع وحي أي مقله إلا وري سوهن الموقت سفرك إنه برئ أما سعدن بإماش أنكو أدنته مركا معنا وحاوي يهكو سفرك أدن يقورك هلو قلو ماشا الله فرشت أبو سفيان سيقول لفتي سميال مفردين هاي وانين مارك دي أموال بدن ووضا وانين ذكي اه وحور الله أصبونا إنو إلى الله إيه وحا أصادره وسفر كيس وحا الله وحي خطره ومارك أوكا إلى الله ويعقوها أبو سفيان أبو سفيان أصبونا ميشي يميدو حرق باربالة سفر وكسو هرمر هرسادة لإلى هذا طال انت عن أورط ميال كفري وح مارك عذوة إيه مال في عن إيه ميشي سيف إيه وحسن في الفيرنا المبت awrti oo kasoo hormara ninkii majdina Umar laftiisii oo gabdhaha garta kale la qaayay oo labadaana is arkeen ayuu markaa u yimid ninkii faqaal majd ibn Umar wuxuu ku yiri hal ahsasta ahadan min ashaabi Muhammad ashaabtiisi wax maaratay dareenow meela wax socday iyo wax ilaala iyo ciidan iyo ama wax aad dareent faqaal wuxuu yiri la ma arkin illa ana raakibayni لبنن أو أورفوشن نزلا وحيدين تلك الأقمة بورتا يركا بورتا حوا مرتفعة أكمل غيرها
akmadaas oo buurta yarta ayay degeen. Lama xaal ka shakiyay labadaas qofaan ka arkay. Badii laftooda aad u yaqaaniin waxa waaye maaragtay yani taxaska waxa meesha mara iyo waxa ay yihiin khibraa iyagana ay u leeyihiin. Waa ka badan midda khibraadka ciidanku ay leeyihiin, ka badan ay u leeyihiin. فانطلق أبو سفيان إلى مكانه أسقر بلسوا حجة سوسا بالفير ماشي أي نافك أي كتجين أي فريسين بوتلي وأخذ من بعر بعيرهما يعني أورتي أي وتين دقذو ذي أيوم متساقات ففتها بربري فوجد فيه النواة لفتمراض وقارك مرك في الجاسوس لماذا ماشي كالقارين حرف لماذا يعني وحو الربائل وقالوا دقذاس نافكان ماش أقيم ما قالت فإذا فيه النوى لفتمراد الكجرة فقال مركو حير هذه على إف يثرب يثرب مدينة اللي جدتها نبي أبحن يثرب حوله الوحي على الفجر وايو هذا التمر يوح قد أجفه تمرت مدينة كبضانتها مركو حوله يسيق عنامبا وقلنا أفكي اللي هلية ما لا أسأل مميتك صوفان انتي أما مارتي جيت تمراد ولا قلتكي ama timirta xoga liidato oo dadku aan cinno xoolaha la siinay adiga neefka xubuu ku xulaya Soomaa marka wuxuu yiri waa calafkii oo xoolaha reeris ku cun jiray waa marka wuxuu yiri asxaab Maxamed jeeshkiisi ayaa marka meelaha kale u dhowbay asagana marka intiiba wuxuu ku qaatay warbixin ka qaatay si warbixinta loo qaadana bulfiir fa'adala bil'il marka safarkii iyo ayuu leexiyay ila tariiq as-saahil marka halka la maray dariiqa Madiina Toobiya halka marko Bedar oo maray halka marko Bedar ay to halkan oo maray Makkah waa halkan dariiqa Toobiya Bedar maray dhag ku dhahay marka ma u sii yelina xaggaas u leexda oo xeebti jiddo iyo halkaas yen baa fog dariiqu waa fog yahay marka la ku wasayf waa wasaafadu waa fogta oo ka ku dhiltoona laakiin waxa weey dadkii maartay saxaabti qabsan heedu ka fogeeyma ila aas markii mid uu leexday oo sidaas uu fogaayay markaa fa'adala markaas wuxuu fa'adala bil'il faras safarkii ayuu leexiyo ila dariiqa saahil dariiqa saahilka oo xeebta yanbu iyo jideey ayuu saa ugu leexiyo fanaja wuu nabad galay markaa ila intan ciidankii meeshii soo gaarin ayuu qobab cayiran oo maaray baad markaa awrti halka marku maray halkaas u babacay macna dhinac u leexay saasiira marka khadkii dhamaayo marka uu ka bixiyo oo maartay caadiga ciidankiina wali ma soo gaarin fanaja marku aan nabad galay marka wabaasa ila quraysh quraysh fartiin u diro yuclimu asoo ogeysiinay annahu qad najahu wal ciir asaga iyo safarkiiba inay maartay dhibaatadii iyo halistii nabiga kaleey sare ee saxaabtiisa ay ku ay inay ka baxsadeen oo fard marka fard oo hadda oo safarkii aan cabsi loo qabin uu ku soo dhawayay oo ayagii oo dhaafay ayagii aba soo dhaafay ba asagii waxa ayagii sidaa u dhaafay ba way amruhum oo faray an yarjucu ila naqda illa wa ka taxdid banaa oo wuxuu og yahay dagaal hadii oo dhacdaabta inay dhacayso marka wuxuu yiri fardiya safarkiina u soo baxdeen safarku waa idin nabad galay دقال هجلنا صانق ضير مرك لكن أبي جهل إرادة كبيرة صنك هلها ميش جو ونوري يليني وبلغ ذلك أبا جهل أبا جهل أيو أرنتي سوقارتي وفرعون هذه الأمة وشيطان كأهاوي فأبا ذلك أبو جهل وأوديه وبلغ ذلك قريش قريش مركو يسوقارتي معنى فرتينت أبو سفيان وسوقارتو وروحي لفرديه مارتي سفركي وابد بحني يا صنقلة أرنتي قريش سوقات قريش وكان قاشتي فأبى ذلك أبو جهل أبو جهل الوادي ما بمركو هر أبو الحكم على اللي جرى عرض بحية ماذا حواها لكن نبي لو حكومة عاية حرا حكمة لو أبو جهل جهل أبيس أصل كيس يفرحيس ماشي أبو جهل وكسر أسوان وسقى وايونا حنقول بحية فرعون هذه الأمة وقال مركز وحير والله بان قدرت لا نرجع نقنين حتى نرد ماء بدر الى بيها بدر ان كان كعرف كعب ونقيم عليه ثلاثا سدح بر ان نغان ما شاء نغان ونشرب الخمر خمر ان كعبن وتضرب اي قرعدو على رؤوسنا مدحن هيسا
alqiyaanu gabdhaha heesayaalka gabdhuhu ilaah ay nooga heesaan oo kabanka iyo muusiqana loo tumo oo gabdhuhu noo heesaan ma noqon dhahay. Fatahaabuna alcarabu abadan, carab marka ay naga heebaysato dad aan loo geli karin oo maaragtay khatar ah oon hadhu aana la soo haweysan inaana ilaa marka ninkaan duqyaan ah boqor camaloo ahaa ma garan ninkii buraa boqor camaloo ahaa boqor shaydaan. Halkaas markii ay marayso ayaa qurayshi marka waa iskhilaaftay. Farajaca alakhnas bnu shariif biqowmi, akhnas bnu shariif ninka la yidhaahdo qoladiisii ula noqdo oo min bani zuhra qaadibata, qoladiisii reer bani zuhra nabiga abtiyaalkiis wuula noqday. Wa qaala wuxuu dhahay inamaa kharajtum, waxaad usoo baxdeen litamnacuu ciirahum, inaad ciirkii maaratay safarkiina inaad aada maaragtay aad joojisaan oo macnaa aada difaacdaan. Waqad najad, wayna kortay wixii kalad u socotana waa dulm iyo aab iyo gardarowle sooma. Falam yashhad badran zuhriyun, nin reer bani zuhra ah oo nabiga abtiyaalkiisa ah bedel maba ka qayb gelin oo dhinaca gaalada ilaa camaa muslim ibnu shihaab ibn cabdillah azuhri, waalid zuhri. Zuhri aabihiis laba nin oo adeeryaal u ahaa labadaasina ayaa ka qayb galay. Fainahumaa shahidaa yowmaidin, maalintaas shahidaha yowmaidin maalinta oo ka qayb galan dhinaca gaala iyagoo ka safan. Wa qutilaa kaafireyni, iyagoo gaala ah lagu dilay. Markii dambe reer bani zuhra weligood ninkaas akhnas ibn shariif la yiraahdo aaday maaragtay u jeclaan jireen oo waxay jeen nin mubaarak ahaatay sababtoo ah quraysh hadda zucamadeedii iyo maqaawirteedii meesha ku go-ay. Laakiin reer bani zuhra way ka nabad galeen. Awalna reer bani cadiy qoyska cumar bin khadaab iyaguna waaba diideen inay kasoo qayb galaan. Reer bani hishaamna waxay damceen reer bani haashim inay maaragtay ay ka haraan cabaas iyo, laakiin waa la qasbay oo waa hadideen, waxay yidhahdeen annagaa kow idinka siinayna haddii aad maarata abidaalimkii laga heebeysanayana ma joogo. Marka iyagoo oo la qasbay ayay maaragtay ay soo raaceen. Sidaa darteed nabigu waxa dhahay calayhi salaatu wasalaam reer bani haashim qofkii arkay uu dilo dhaa sababta iyaga khiyaar uma soo bixin, waa la soo qasbay. Halkaa markay marayso Abu Jahal marka inuu wuxuu go-aansaday marka inuu soo socdo, haddana inay nabiga calayhi salaam marka qisada aada ka sheekeynaysid marna xaggaad aadaysa marna xaggaad aadaysa ilaa la isaga yimaa ilaa jeeshkaana akhbaaru leeya jeeshkaana akhbaaru leeya marba qola laga soo sheekeyna marba qola ilaa marka fooda la iska daro. Fabaadara sallallahu calayhi wasalam qurayshan, quraysh wuxuu uga soo hormaray ilaa maai bedr, biyihii bedr uga soo hormaray ceelashii. Wanazala, wuxuu la degay calaa adnaa maain hunaak, biyihii isaga dhinaciisa ugu soo xigay ceelkii xaggiisa ugu soo xigay oo degay. ceelashii kalena xagga qurayshi jira, qurayshna weli ma imaanin laakiin ceelkii ugu horreeya u dul degay. Faqaal lahu alxabaab, alxabaab ibnu camar nin la yidhahdo wuxuu ku yidhi yaa rasuul allaahi haada almanzil aladii nazaltu, meeshan aad degtay amaraka allahu bihi, ma ilaaha ku faray oo manzilun bas waa manzil nazaltu aad degtayo lilxarbi dagaal iyo walmakiidati cadowga inaad maaragtay jar iyo hakratid ood cadowga maaragtay aad qool sagaalyo ku dhufatidoo aad maaragtay meel xun aad ka cadaysid. Faqaala bal manzilu anzaltu lilxarbi walmakiid, mase xaawadi waxay kala soo yiri wuxuu nabigu sameey waxya mase wax ijtihaad ah oo macnaa khibrada bini aadamka ku saabsan. Haddii wax waxya tade waxya xaq lama dhaafi karo, haddii waxba laguma dari karo. Haddii marka laakiin ay tahay arrin oo maaragtay yacnii maaragtay nabigu ijtihaadkiisa iyo maaragtay khidadka iyo dagaalka iyo waxyaala hadday tahay, hadday uga muuqato meesha wax raay inay ku darsadaan waa ku darsan kareen. Marka wuxuu yiri haddii ay marka oo markaasuu yiri bal manzilun nazaltu lilxarbi walmakiida, meesha waxaanduu dagaal iyo cadowga inaan maarag taktig aan u dhihino. Markaasuu yiri marka haddaba hadday taktig ay tahay taktigaas waa laga sii fiicay, mid ka sii fiicanaa jira. Faqaala wuxuu dhahay haddiiba taktig ay tahay oo waxyi alaysan laysa hada bilmansil, kuma haboona meeshan istraatiji maaha. Fanhal binaa nawad xataa naati ilaa aan ka tagno adnaa maa in miyaahi lqowm, ceelka iyaga ugu dhow aan ka tagno
فننزله أن دقنه ما قرأت ونقوره أن مارت دقنه ما وراءنا وحنا قد بيه من القلب على شعه ثم نبني عليه حوضا أنا قمرك حوض أن كل سنة يدر أن بيكب حسننا فنملوه أن بحسننا فنشرب أن عبينا ولا يشربون ما عبينا معنى كما سوقات على شو ما يشان إني هنا كان لو كان مر على كان على كان على كان هل كان وجيش المسلمين هل كان وقال دي عيل في بور النبي قدول دي شو ما مرك وحير أنا تنا متاكتيجة كاتها مس إلهي أمرك سوى تاكتيجة تها مية وده هذي تاكتيجة عن صعمة عيل قدام بيجي حاجة عندك هنا كوا أنا كلا ودوين أنا كحاجة ما يصير هل هو حاجة أنت أول إسبيع وبعد على شو ودوين عيل كي لحين أنا قاعد كينيا جوبنا أنا قا مركا إنتان در وحوض وين لسنو أم بيكبو حسنين ساعة مركا استبع أنا أباها أنا صوشو إنتان هذا أنا رضاها أيا صوشو أنا إنا بيه إنا إيغو مارتي نبح إيهالكا نو أوليا أنا قا مركا أنا وعبينا إيغا نو أولي نو أمنا مدى قالميكا سوما إلا حقا وح الله وحا كو عرض كوبيا وإنا أودي ديدوا هذا عانى أودي كرتيد بعد يزهد هو كرتيد إلا واحد صنم الله يفنيا تجارك مركب مالك استوى واحد كله هرس الله معه في يوم مركب أنا بقول دعي فنشرب أنا جوان عبينا ولا يشربون ما عبينا فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أنت ورأي في عرضه والغدا قاسية للسمي وح مركب أساس إيه هاد مركب لسوس عذي أول ربي ماشوا مال بعد بعد غفكي أركب بدر يا أركب بدر جوه هذا بدر كم جرا بدر غفر كم جرا تيتك صف قاد ما هذا عرس ما وبورة بعد بعد صف ما لها لنا عرس وبورة بعد بعد هو مركب بورها مركب الله سبحانه مال بعد عكسه ومدوسته ما قال راب هذا راب كي مركب أيه قد لنا عم علىها بعد هاي سحابة الجوجر لنا عمرك ملكية أو لسنة لغاية بكواسي لنا عواديان إني جوغل ملكة دو واديان البيه دي وانا صندات يوم حسم قادم أيجي مركة واسوة تقدمي واهل أحرابكي وحو مارك وحو وإنا يصع وصعلا أيو كهور إستان وديقائي وحيالكو كان مسلمين تينا عرقيب وحو كان لغا مارك الجوان بعاتي القوان وقال سيسهل لنا كسو دو دو المرك عرشي لنا مركة عاقي أي كحرتين نعم وحال الله إلى يحو بين قريش وبين الماء بمطر عظيم الرب بدنه أرسل وصادر الرب إلى يسود الجي فكان نقمة على الكفار قال ذا دباته كواها وضادد يمار فيك لما ويسود غاق وهي ونعمة على المسلمين المسلمين النعمة وهايو مهد لهم الأرض ملك أيو وقبلي ولبدها ملك بعد بعد كها أيو قوان وغلدي مقرد ملك أول بعاتك روبط كعك جز بجوك بجوك كلهيسة ملكي ومرق حوق غنيجي جوان حوق له غنيجي مرق وبنيت مرق صاحبي مرق قتالتي مش والي والضبط قدم بيه لما ذي حين واحد سجر لما أرك مرق غرفة العمليات اللي بها سمان قيادة إيجوبت وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش الله لسه ما له غرفة وعريشة يكون فيها وأهانة فكرة داسنا وحسو جيدي سعد بن معاذ وحير يا رسول الله هذه فرنت وراء دي حق المولى ما العرشة وقلسة هل كاستقال كمان سببتها وحاكسوا تقنوير ضد آد كو جعل وصدان كو جعل سكا بضن منا اي سكا هاري لهاي لكن دقال كمان لسود ديار كرود وما اي سود ديار كرود دقال هدي لقلوا على وامدوا اما نصر واما الهزيم وحير هذا نصر عن هلنا هذا ماشي أنا ما أقول حفنت هلكنا نقول جامد هذا تنقل أي بعضنا أنت فرض في عن لقصار يدت كي بهلي ليس مسلمين تي وكله إيه هذا مركز لك دفاعي لكن هذه هذه لق قرر مسده وحوي فشل وينه مركز إيمان يا عريس كان جو كه جام واردينا هالقصة مين سعد بن معاذ يقح أو كجره أيام مركز نبي واردينا يا رضي الله عنه أرضاه ساس إيه المركز markii arishki loo dhisay ciidankiina markaa waa la habeeyay qaab dagaal gelin ah loo fariisiyay markaa wama sha rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam fi mowdic al-ma'raka maasha ma'rakadu ka dhicileen markaa nabiga kaleysan waxay sameeyeen iyaga difaaci xirteen
ilaa gaalada iyaga qadarso iyo kibir maanta ma arkaysaa wata marka iyaga kulay la filay in la soo hujo oo xilay Abu Jahl waxa baleeyay war xafalar ba saga tur soo qabta xarqo soo xirxira oo gaamin ha xarqa iyaga dhab noogu soo xirxira laakiin hada Alla ma dhig wa masha rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam xuquu socday fi mowduuc al-ma'araka meesha dagaalka ay ka dhici lahaa loogu tala galay وجعلوا حب الله يريهم انه تسي مسارع رؤوس القوم ذلك مدحدا هذا بري ماشي لدغ لها تسي با وحي حق لكن هذه ضد دغالمه كل دينا الا دينا حق حتى قال عليه هذا لو وحي لكن هو قال له وحي نعم واحدا واحدا مدمد يقول على هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله هبل هل كان لو دير دونا او دير عم كدير دونا كان هبل هكا لقدر الدور هبل هكا نور بالباص وحدي إله أشهد سبحانه وتعالى هذا بري مركي لجاري ما شو نبغي أو تلمامي ننكد قرار نور بما قفتي أو نبغي على ذي الودي يا إسكو آدي إله أود لها وحن سمينا يا أشهد وأنا بي وحنا خبر هاي إله حمس لنا خبر هاي نعم ومشى صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة وجعل يريهم حوت سناي مسارع رؤوس القوم ضد كم مدحرة ماله بريلا وضع لها واحدا واحدا من مد يقول أصبح أرناي هذا مسرع فلان غدا إن شاء الله هبل هل كان بغلق الدونة لقلق الدونة وهذا مسرع فلان هل كان لقلق الدونة وهذا مسرع فلان أبو جهل يا كم إذا رقي شياطين انتهى فقال عبد الله بن مسعود حوير فوالذي بعثه بالحق الله النبي محمد حق يرفونت كسب عن قدرته ما أخذ مجفين واحد منهم كمذا موضعه باسكي الذي أشار إليه رسول صلى الله عليه وسلم ما شو رسول قتل هبل ما شاء لقيه أبو جهل أنت عفو ربع أنت فلان أنت نمر بهالك سيبو السوق لقطة تاجي أو كتب فلان ما شو كبابا وبعث رسول الله مركوا شلي ما أنتوا كلوا أبرد دجالكم عدهم أو تسنى نور بليها كان دجال كان لها وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حبري تلك الليلة همينك يصلي إنه تكناي إلى جذم شجرة جيت سلكيس أو صوت رؤيها أو عريش كله هناك وماشى كويها وكانت ليلة الجمعة إيه السابع عشر من رمضان مقر تضيته في رمضان فلما أصبح مركو وابريسي وأقبلت قريش قريش لمركاسي أي معنى صادقة قضيبة في كتائبها كتائبت وعيدك هرين هرين كتيب فلان يكتب هرين هرين عيدك مركسي لوكل وزعوه أمارتي أما أرول أما هرين هرين وحل إرادبا قاب عيدك الله سوك لك حي أي أسوك حي مركي صادقة قضيبة قال النبي وحوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش متروى قريش قد أقبلت وصدق أغضي في فخرها فانفان كيد إيو خلائها إسحرقين تيد تحادك أيضا مارت كل الله يتميسو كفر أرديس وتحاد رسوله رسولك أنا كفر أرديس وعاصن ما كسح ذي هذا إله وحكا قبو ساسو ليه عليه الصلاة والسلام ومرك ونبق أغضارنا إله أوليه اللهم وعدك الذي مارت يعني يبمع اللهم أنشدك وعدك الذي عهد وحنكو قد أعرنا يا بلك إيقاديو اللهم إن تولد هذه العصابة لا تعبد في الأرض هذا كوحدة صحابة ده هلاتين دين تغوي باب بأيسا مركا سؤال الله قد أعرنا قريش مركا مركز تبا ماشاً أبي جهل أمبا شيطانة أيادتك مارت يعني سلكا كرياحي وإلا عقلا ذو ذو تقال كان مرهب أبو سفيان واكين ورسوان مقضى ما لا أحد أنا وأكيل لقوم ورما أخنس بن شريف وأكيل النقضي بن زهر نوا النقضي بن عدين شلوا وأكيل كهرب في بني هاشم يكنا مرة بين واتيل الصواق صبي حد أنا أنت دجال كيل الجيلين أيام ما أنت معركة يساوي حدا حوار فرت إن أيجا كمدها وحوير وأنا ما كان صائل علينا صحابة محمد الجيش كيس وصو إلى لي وصو أركي وحولنا يعيدنك وصدح بقول يا حاغا الله وحيني وصو الشيء لكن بالمركز إيك هذه وحنفيرنا عيدنك رأوك صور القدال كجر إنجر وصو فيري وحكى لواهوها فرطة عيدنك وإنت صورة لكن وحاد أركبه وحاد هاد ذنك قرصونا جروهر
والله رأيت البلايا تحمل المنايا بلايا جيري ودار أركبها نواضح يثرب يثرب دتك أول ما قال لي هان ويا قانا ووحير إنكارا عن سوء أركبها هرت عدد كودولا واصدح بقول يطبان لكن نن أيجا كم يظهر ما بقى إلى نن أكدل كما سوقاده إلى البابيسان لكن صدح بقول إيه صدح يطمن إذن كدلا أيضا كونه صدح بقول إيه سن يطمن لجدي لما حاوهرها حتى دوب قلسته محاو فائدست أيضا مرك صدح بقول إيه صدح بقول إيه يطمن أيوة كون روك الله ديغو انت دعوة عانا إيه لما الله بأي كهد انت كلمة بين حوير وكثير وثالث لا خير فيه زيدا عرفنا مثل مارتي لا هي مد جبل هي ثالث لا خير فيه من صدى هذا خير محادين كسر هؤلاء إما جوفته نكل هذا حكيم من حزام أو أن الحق بد بدنها وكبعد وصاء السلام يعطون الربيع سين عقل بدنها لكن أبي جهل كسر عليه أيام مركب حيس كضيان إنا إمارتي حكيم الحجيد وحرحب من ربيعة نين كان ليراه ذو عمر بن الحضرمي ممكن به جدي ولا الكيسة على صعد على الجيش كلا صعد مركة وحوير وحاسة ميسا نين كان عمر حمر الله شيء أدوك ديدي سبيحي جيش كان هش جيش كلا نقو بلا أيضا فودي أنا أسكو قريني مركاسه وحوير أرنتان عدكلا لن ما أنتوا اللي يهلها لكن من الحنظلة إنكار قويه الوجال كاسا ما مدق صان كبقاه بير بل أتقول له مركو أتقول حوير ها وحوير مارت عدو ربيعة مركو محمد يأركي سحر كيسية بابونها كليدية بابونها سيقدم وافش من لبك اليد ويلونها مركا إبر كيس وايد مرك كيير المين عقب من ربيع مركي الله شغوي يا مصفر رؤسته ولا رؤس بدنه نك بري رؤس بدنه نك بري مارت يعني بري على كلا أرك الدورة نك بقى هذا مرك وحوس مي نك عمر الحذر لنا شيء هو حويري أنت مارت قيل سب دتك دجال كير كينتو إسوال والو إسقاوي دبدر ركتي هو عمره ودي الله يا عمر كي انتو كبحي ملئي عريمية تقالك مرك السيوك بالله مرك فير ابي جال وفوضوي وهي وشيطان وفوضوي ساسو مرك تقالك وقال نبيك مرك اجيدي وعطم الربيع وحودها هدي بما انت خير ليه نمكاس ننكاس اوهرانه ننكاس اوهرانه لكن كاس دي كسيد عليان ابرو لها اوضا ما طوله نعم والرامة وحوض البي أوضان حكيم الحزام نكليراد وعطب بن الربيع على بذاس أن يرجع بقريش إلى قريش إلى العبتان ولا يكون قتال أو صنقن فأبى ذلك أبو جهل إنكار قوية الديذي وتقاول هو عقبة هذا لا نحمر وهذا كمرك وليه هاي بلايه ورسال بضن له براد أركض أنت إنا نقفك فلي إنكار وأمر أبو جهل وحوفري أخا عمر بن الحضر من إنكي أن يطلب إنه وضلبه دم أخيه عمر إنه وضلبه فكشف عن أستد دمضه إسك قاوي وصر خوان قيلي وعمر الله عمر بأي عمر ملع لا لو قتلي إذا الله أعرف وعمر فحمي القوم ضدك حما صداقات ونشب الحرب حرب جنوا مارت واقع هد يقول أن ضدك وحيفتنا ولا يالك ماشي خيارك وحكد الجنيان متس فيه أنت قاتاني ومدى إمارة بدل حق ليها مركا ضدكي ونبط الديارة وحسن إياه كشقي يقول الحمد لله أبو جهل كان قوية كشقي هيا ننعي رسولك عليه السحابي سهو سؤال من كثير وحير وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف صفوفتي بوصمي ثم رجع إلى العريش وهو أبو بكر عريش كي يكون قدن وحده وقام سعد بن معاذ سعد بن معاذ واستاذ وقوم للأنصاري على باب العريش يرد عريشك يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وردينا مركي حتى قالك مركي مبارزة واحد لا لقب الله وجل مبارزة وام حي ضد أيقو سيفه وضقعت إيش صوب حي أنت عيدا كوسا مرت مركي
qoladii marka mubaarasada looga raayo wax kale dacfiya ku noqonaysaa marka. Wa kharaja Utbatu ayaa baxay, iyo Shaybatu ibna Rabiic, labadaas oo dhashay, iyo walwalidna Utba, walidna waxa weeye Utba dhalay Shaybana adeer u yahay. Thalathatum jami'an yadlubuna albiras, biras mubaarasa iyagoo dalbaya dagaal iska soo dadka nin walba nin lagu aadina marka ninkii ron reerka la u daayoba ciidan kale oo difaaca lama arko Soomaa kaasi ka bilaabay jira Carab iyagu zaman kaas ma sidoo ah dagaal mubaarasa soo horeen jirtay. Fa kharaja ilayhim min almuslimin thalathun alansar saddex ansar ayaa u soo baxday wahum Auf wa Muawad ibn Afra laba sadalt iyo Abdullah ibn Rawah saddexaas u soo baxay. فقالوا لهم من انتم ياتين انه قالوا من الانصار انصارنا قالوا اكفاء الكرام ونودغنتان نمن لسهل كرم يهدينو وانما نريد بني عمنا المعذر كان هنا. فبرز لهم وحاوسو ظاهره وسو بحي علي بن ابي طالب يعبيد الحارث بن طالب وان المعذر ايهن علي ايو حمزه او اذر اه وعكس لباس لباس دلتي ايو ويل maaratay minna oo dhalay minna adeer u yahay kuwaan waa aksa adeer iyo laba wiil oo adeer u yahay waa ila Hamza maaratay calna adeer u yahay maaratay Ubaydun Xaarna Cabdulmudallibna adeer u yahay labadaba marka waa aksa iyaga labadaba wala soo hori min marka dagaalkii faqatala Ali al-Walid Ali Walid waa ka tuuray وقتل حمزة عتبة أصنوع كثورة صما وقيل شيبة لها واختلف عبيدة وقرنه عبيد ينكي اسكسو هرجيدين بالاربتين لبا إصلاف صدين وإصلاوعين فأجهد كل منها صاحبه مثل ما كيك لا توحواي وضعيفي لبضع اسمك لبا يكسو تخلصين فكر حمزة وعلين عليه أيجي أمرك كسو الجيستي فتمم عليه باك تخلصين واحتمل عبيدة ويصاح بارين وقد قضى عده رجل ايد لوكتي سو غوداي فلم يزل طمثا مرك انو داوعي او فششاي طمث كو حديق مرك او فشاه فروغ انا غان دي جيرن اما انفكشن انفكشن على كو دحاي حتى مات بالصفراء مرك لا سو سوخدو اي دغالكو دمادو ميش صفراء لا سو مراي هلكا ايو كو دنت رضي الله عنه والله. وفي الصحيح وحانا كسغن ان علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب كان وحوها يتاول كي تاويل سله ومعنى ادلش قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم وفي ابراهيم في برازهم يوم بدر معنى وحل اشاره وحوي واسغا اسغا يو حمزه يو عبيد الحارث او دنعه iyo saddexdii gaal Cutba ibn Rabiic iyo Shaybah ibn Rabiic iyo Walid ibn Cutba saddexaas oo dhinaca gaalada inay doodeen oo qaarna maaratay Ilaahay ee tooxidkiisa ku dagaalamayna qaadma shirki ku dagaalamayna hadaan khusmaar qasamu fi rabbi baadad waxay ku doodeen fi shaani rabbi ya toosan ila abi jaala wuxuu yiri ilaahu ninki toosan qoladii toosan u gura qolada kalena baabi ayay marka alla baabiye. نعم فالذين كفروا قد أعد لهم ثياب من نار يصب من فوق الرؤوس الحميد كوي قال ذا در لامي أهل اللوغوني سوما مؤمنين تنا جنة إليه. نعم آهي ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج من كثيرة وحلية آية سورة الحج كترت وهي مكية واي ووقعة بدرنا بعد ذلك أي لعظة إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية يعني مبارزة يوهر اسكور ماتك اسكور يمادين آيات وحس وقلع وقهر يوهر. نعم ثم حمي الوضيس دقالك يوكر الله هذي مقرد مركا تعبير كان حال ده وضيس أول وقرد مركا أسلوب كان انت قالك اللو أذيك سيدا ما بقى بالعبال الآن حمي الوضيس مركا تعبير نقدر وقهر يوهر عليه الصلاة والسلام معنى دريغا كركرتانكا وحالوغو مثل ديكس او كركرو مركا دقالك او مارتي او هاركسر او مارا مركا دقالك قاب كيو هره او كسوا بلادو حاين قريش ايغا بركي مبارسة اي لعدي قريش ايغا سو هجون تمام نبي مركو ولتالي وحاونا هاي اذيك هاونا قاقنين مركي اذين سو دوالا او اذين سو دوالا
falaara nab ku siiyo markii meel oo rami oo laga toogo karo markii jooga seeftana ha la bixinina ilaa ayagu ay dhexda idinka soo gala laakiin intay idinka fog yihiin meel fog intay jiraan falaara iska tuurin meel falaarta laga shiishi karo laga toogo karo markii joogaan dhab ku siiyo falaar walba ku hubsada oo dhaqaalays ilaa dhu falaaraga day kaalamaan dagaalkuna dheeraadaa dhici kara soo ma marka waxaaga inaad dhaqaalaysa meel kale wax gurmadana ma laha marka wixiina dhaqaalaysa marka quraysh iyadoo hujuum ahayd mudo marku soo wadaa dhab lagu siiyo marka hujuumkiisa u wadeen way ku guuleysa waa si xun loo laayay marka markii sufuuftooda hujuumkooda markuu daciifay oo nabigu wuxuu dhacay calayhi salaatu maxamed oo dhis marka aad oo ku tashjiiciyay marka in maaragta yacni qumuu ilaa jannatin carmaha samaawaat waalard axaadiidta marka jihaadka iyo shahaada ku tashjiiciyay markaasaa saxaabada iyagoo marka nasta oo maantana difaac ku jiray aa marka weerarku lagu qaaday weerarkaasi marka ay kala fakadeen iyaga marka malaa'igtiina waa soo degtay waxaa dhacaysa ninkii isagoo ninkii eryanaya a waxay arkaa madaxiiyo hore ku duulay yaa dila ninkaanmawlimakadaba tegincabaasaa lasoo qafaashay nin miskiinaa soo qafaashay aaw ninkii soo qafa anaa kusoo qafaanay war malag xoog badan oo faras wataa isoo qafaanay aawi adig ma garad war may anaanaga waxaa war waa lagu kaalmaye joogona markii madiina la galana maaragtay oo loo tahniyeyna wuxuu yiri war wa xabro meel fadhiya unbaan maaragtay aan madaxa ka shafno mar waxa dhahay ilaaha kuu kaalmaye maahane nimankaa niman la sahlo kara maana ilaaha meesha dhigay maahane niman maaragtay haday caadi ahaan lehed niman la sahlo kara maahane inam lahum lqowm wa dad dagaal yahana waaye laakiin ilaaha jabiye taas xogaa baa ladhaha marka nacam uma xamiya alwadiisu dhargii waa karkaray macnaa dagaalkii baa kululaaday washtada alqitaalu dagaalkii baa darnaaday oo xoogeysay wa nazala annasru nasrigiina waa soo degay wajtahada rasuulullahi sala alla alay sl rasuulku wuxuu ku dadaalay fi ducaai allabariga wabtahala wuu maaratay ilaahay buu maaragtay u calaacalay oo macna u gacmo horsaday ibtihaalan shadiidan calaacal aada iyo aada u weyn xataa jacala ridaa-uhu ilaa gar macnaa go-iisii yasqudu oo ka dhocan mankibahi garbihiisa wa jacala abuubakar abuubakar oo bilaabay yuslixuhu inuu u hagaajinaayo calayhi isaga wa yaquulu ou leeyahy yaa rasuula allaahi bacda munaashadatika yacni jooji bacda munaashadatika rabbaka rabbigaga aad dhaarinaysid jooji fa inaha munjizun laka wuu kuu goynayaa wuu kuu oofinayaa maa wacadaka wuxuu kuu yaboohay macnaa markaa rasuulku saxaabadu u cabsanaya abuubakaraa markaa celinaya markii godka lagu jirana abuubakar yuu cabsanayay rasuulka calayhi salatu wasalam rasuulka tashjiicinaya nacam wa rasuulullahi sal allahu calayhi yaquulu wuxuu leeyahay allaahuma allahayow in tuhlik haddii aada halaagtid haadihi alcisaaba kooxdan laa tuxbadu fi lardi mar dambe lagu caabudaa diintu waa dhammaanaysaa fadalika qowlu tacaala alla qowlkiisa waay id tastakiiuuna rabbakum rabbigiina markaa gargaar aad ka dalbateen fastajaaba lakum wuu idin ajiibay anii mumidukum waxaan idin ku kordhinayaa meel dad haddii dad ilaa lama gaaro ilaa madiina intaas jirta ciidan haddii la dalbado dayaarado iyo midna ma lahan iyo maaragtay gawaari saddex bare soo lugaynaya marka waa in ilaahay maaragtay madad la weydiisto fastajaaba lakum wuxuu idin ku ajiibay anii mumidukum inaan gurmad idin siin doono bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'igta murdifiin infan gashan ayaad idin kusoo gurmidsan isku caawinaa oo gurmad kuusa madadku waa gurmadkaa la dhahaa ciidanka ziyaadada oo taakulada ama gurmad waxaa dhahda anii mumidukum waxaa idin ku taakulaynayaa bialfin kun oo min almalaa'ikati oo murdifiina fardaa isalfan gasha dagaalkii wax ka gale uma aqfaa rasuulullahi sal allahu calayhi wasalam rasuulka sidii wax gamaayoonaya camal oo saa u lushay waay ifaa'atan gamaayo uma rafaca ra'sahu madaxiisa kor u qaaday waxbaa loo waxyoonaayo wahuwa yaquul asagoo dhahaya yaa abshir yaa abaabakar bishaarayso haadaa jibriilu jibriil waay calaa thanaayaahu macnaa ilkihiisa ay ka saaran yihiino iyo foodii afkiisa annaqcu bark yacni farasa uu soo fuulay fardii oo soo fuulay barka kusoo baxaba nin dagaal ku jiro waay malaa'igta dagaal kasoo qeyb gashay moogtahay awalna waxaan soo sheegnay shaydaan intuu soo raacay oo isaga dhigay suraaq ibnu maalik
oo yiri cid kasta idinka adiga idinka difaacaahe dhaqaaq uu dhahay. Wakaana shaydaanu wuxuu aqad tabaadaa inuu usoo muuqday quraysh, quraysh inuu usoo muuqday fii suurati suraaqati numaarid bnu jiscim ninka la yidhaahdo zacima mudlad ninka ahaa, fa ajaarahum oo nabadgeliyo dhahay wax reer bani mudladaho idin imaanayo ma jiro oo gadaal lay ka dhabarjiin ma jirto. Wa zayana lahum adihaaba wuxuu maaragtay u qurxiyay inay maaragtay ku dhaqaaqaan ilaa maa hum fii hawshood inay wataan maxamed ay ku duulaan ayuu ku tashjiiciyey. Wadalika annahum khashaw bani mudlad ayay ka cabsadeen an yakhlufuun fii ahalihim inay cidihii u daamaraan oo amaal oo xoolihii ka dhacaan. Fadalika qowlullaahi tacaala wey waid zayana markuu u qurxiyay lahum iyaga ashaydaanu acmaalahum camalkooda ee rasuulku la dagaalamana iyo saxaabada oo waqaala wuxuu ku yiri laa qaaliba lakum alyowma min annaas, wax maanta idinka adkaan kan ma jiro, ma ciidankaan oo kale maxamed iyo haystaan adinka guusha iskale. Wa innii jaarun lakum anigaa idin ka magangelinaayo reer bani mudlad iyo reer bani bakar inay wax idin geystaan. Waana soo raacay falamaa taraa'at alfi'ataan markii labadii kooxood ay is aragtay oo isku hor yimaadeen oo malaa'igtiina ay soo degtay nakasa calaa caqibay dibdiba u laabtay. Markaas warkaale warkaale xaggee looga tegaysa? Markaas ma jirto dhaha innii araa waxaan arkayaa magarad innii araa innii ha qaal innii bari u minkum beri baad nikaahayo innii araa maa laa taruna waxaana ujeedaa malaa'igaa timid. Marka waa carareen marka meeshii uu ku hoojiyey. Nacam. Wadalika annahu ra'a almalaa'ikata malaa'ikatahu arkay xiina nasalat alqitaali markii dagaalku soo degtay wa ra'aa wuxuuna arkay maa laa qibala lahu bihi wuxuusan gacan uusan dhigi karin fa farrabu facararay wa qaatalat almalaa'ikatu malaa'ikatahu way dagaalantay kamaa amarahu allahu siduu ilaahay amray wa kaana arrajulu min almuslimiina wuxuu ahaa yatlubu inuu cirdaysanayo qirnahu ninka isaga kasoo horjeeda fa idaa bihi qad taqada amaama hortiisa ku dhacay malal kala maaratay asagoo aqdib xaysabuun aqdib xaysabuun dhahayo maqla oo macnaha faraskiisii dhahayo faraskiisii eryaay ninkii intaa laga hormaray qalaf la siiyey seefta isagoo loo soo xarka qaartiyo maaratba idii xiraftalma annii macakum fathabitu aladiina aamanuu sawqii fii quluubi aladiina kafaruu fadribuu faqala acnaaqi wadrib minhu kula banaani farahaasaa laga jaraya faraha ninka dii laga gooyo ma seefoo qabsan karaa mar. Allahu akbar. ومنح الله المسلمين إله المسلمين وحوسي أكتاف المشركين المشركين تقربوه دي ويجبه فكان أول من فر منهم حواها خالد الأعلم نكاس أمر بور يسعر فأدرك وعلى قدبته كيف أسر وعلى سوق فاشي وتبعهم المسلمون في آثار قال ذي مرك والله برصدي والله راع ذي سمرك يقتلون أيكو الدلاي ويأسرون قارن قفالني فقتلوا منهم 70 تضبعات كسوق فاشل واي اي كدلين واسروا 70 تضبعات ويكسوق فاشل واخذوا غنائمهم وحل وحي حول اي وتين اي هب يرنا كعنت من الا سي خنو فردلي او كلا عرد مر مر رجل لا سو قبتي وحا كميدها امي بن خلف ايا كميدها مر عبد الرحمن عوف اي واغر وحا كدخين جيري مارتي adiga saaxiibtinimo inay wax isu ilaaliyaan asna waxa maka joogo ina waxa madiina joogo asagoo cabdiraxmaan qaniimooyinkiisi iyo seefooyinkiisii oo wata oomayan bin khaafa oo joogo oo dhaa war seefooyinkaan iska dhiga anaga qafaalo anaa xoolo ku siinayo asaga wiilkiisii oo soo wata bilaala arkayba bilaala markuu arkay umay bin khaafa laa najowti ina jowtu dhaa walla aniga haddaan nabad galo inaadan adduun ku noolaan war anagaa soo wata asiirkii kan asir miyeelaayo kan markii uu ka dido ansaarta sawat waa ninkii nabiga dhihi jiray ninka wuxuu inta hoosteeda laga baxay utaan maal ku fariisto aan la dilo dhaa bilaal markii inkaara iga dhacdo yiri wixii aan watay oo nafligi iyo raggi aan lahay seefoodiina waa iga fakadeen asirkaygiinoo iga dilo dhaa. Naam. Fakaana min jumlati man qutila min almushrikiina dadka maalintaas la dilay waxaa kamid ahaa oo miman samaa rasuulullah sallallahu calayhi wasallam rasuulka oo magacaabay mawdicahu meelasha lagu dili doono bilamsi abu jahla kamid ahaa wa huwa abulxakam camr bnu hisaam ninkii lacanahu llah qatalahu waxaa dilay macaad bnu camr bnu jamuux wa mucawad bnu cafra ayaa dilay wa tamama calayhi cabdullahi bnu mascuud ayaa markaa sii raaciyey waxtaza ra'su madaxiina waa soo gooyey
وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك وكفره سببت ويلشا لو حيهد أبو جهل وعيدا كي معرفي أب تشجيعنا أيوه حيث كده إنه عيدا كي حماسة قلي أيوه إنه حيث كده إنه مركي إنه الدفاع عنهم لو سوكن إلا ورك السحاب الأركة إليه المارتي ما أنت أبو جهل أبو الحكم لو ستخلص المال لبوي له يريان أو عبد الرحمن عثمان للجوب وسلاو ويلش أنا ما أنت قد ضيعه هامذا إيه فرود هذا أبو جهل لم يقان يبي وحال مقال الرسول كم ليو جله والله هذا أركبه ولا ما دولة من جريال لبذ أنا متك أن هر مرة أم بعد ما ناي إنه سنجب بحسنة كي كلا هذا إيه فرود مركز دم حنا سوى عيدا كساء وكل بهان ماشي فاهورة أرى ركع نك عيدا كنحجوب البرقس عمل السيو قلبك أي كل عانى برسافتي قع 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 لماذا ما شيء ده رسولك يقتجن عليه سنة بجهل سيودنا سيفينا يتسع لبذين واد الشانولة مركز دم مركع عبد الله بن مسعود يا السور راعي مركز دم يراضي هرساسي هنجرين الله المستعان هذا التين إيجا نوجو الله المستعان الله نوها نوني قال أنا التين إيجا نوبي حسين رجل أرجع بجانا تخلص وعرف أنا لو سيدي بجانا لو قد تخلصين مركا التين إيجا حوايا ودرالعي نقدره وحليه أنا سيدي بجانا ابن عفراء قد تخلصين يعني قد تخلصين مركا إلماني التين إيجا كده ومارتي وقد إنه ألفين رجل الذي لو حاكم ذا أو نبغت له عطبة والشيبة ابن الربيع أسلت يولد من عطبة ورجي مارتي وأبي من خلف فالفير نبغى عليه الصلاة والسلام وأشيل إلا دليل دون وحلق عبد الرحمن عفنا وسمق له حوم ما جيب بدباد لكن بدباد ويتي إلهي ونبغى شيء على عسوم جيتي أبي من خلف أنا بدباد وبلا لا إلهي كسل سبحانه إلا كسل فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أمر وكبحي فصحبوا إلى القليل عال قرفها لقليل قليل عالش قرفها لقلها ثم وقف عليهم ودو بساق الليلا مارتهمين فبكتهم وعنانتي وقرعهم وعبي فقال وحويل بيس عشيرة النبي كنت النبيكم ألا قرابو حما قرابو حما النبي وهيدين نبيين كذبتوني وادي بينيسين وصدقني الناس كنا وإرميين وخذلتموني وإهوجسين ونصر الناس تتكوئي قرقارين كلا وأخرجتموني وادي بحيسين وآوان الناس تتكلم وإسولوين أنصارت بل أذينك الربور إلا أوهر مرتان أنصارت وديك ينعك سبعي حقم حسن الذين قال غير بيلوين نعم ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحونا بالعرسة قبط دقالك وكدع عرسول وماشي ودقال كدع علي لهنا نعم ها صاحة الدقال كل عساحة البدر ثلاثة من الدقال يعني وحوي عدد عربت أهم جغتيه حتى ماشي تقول لي سلمرك أذكى عربته وحال موجينا إلى المارتين بقضيئاتها مركة مركة تقول لي سباشا سأل الدقال عرية إيه ما دوه سدح بنا هدين لقوي ما هو مركز تبرت هذه مركة واسقطيه سقطيه فما مركز كبعدها كنقاقيسا ثم ارتحل بالأسارة دتكي او لسوق فاش ايو كحيس اي والمغانم اي غنيموينك وقد جعل عليه عبد الله بن كعب بن عمر النجاري نكاسو وديبي وخي مغانمتي اسردي واني وحو اصحابي معروفه وقت خلافه عثمان رضي الله وانزل الله في غزوه بدر سوره الانفال دلو كسودجي فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء ماشى مركم مره جنتو سن المدينه سو غاري قسم المغانم مغانمتي وقيمي وكما أمره الله أوام حيئين خمس لله ورسوله إسكاله أربعة أخماسنا ذاتك مقاتلين تالو قيبنايا ننك فرسك وتسدح سهمي ولي أسوه هل سهمي فرسك سنة لبس سهمي ولي سدح سهمي ننك كلو عادي قولوك تالي هل سهمي ولي ثاسة مركة لو قيب سنايا وأمره حوفر النبي بالنظر من الحارث نك الإرادة إن لدلو فضوري ود عنقه عنق ديس قرطة لقى قوي صبرا أصبر أنت الله حبسا أنت الله حبسا قرطة لقى بال الدلدليوه مركو حوا نكاسي من آدي آد مارت حنق ما بقى آدي آد عالقها يشريره آدي آد اللي توسخ وذلك لكثرة فساد فساد كساب بدنا
وأذاه لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بجري فرثت أخته مقرت ولا شيء سيا أبور يقال ابنته قتيلة لديه جري بقصيدة مشهورة قصيدة أبور الرديق ذكرها ابنه هشام. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فيما زعموا لو سمعتها قبل لم أقتله يعني بررديق إذا دان مقلة مد الله لكن قصنا والله ضعيفة لها وده مد الله. ولما نزل مركي أودق النبي عليه الصلاة والسلام عرق الضبي ماشى ليراد وما المركي مدينة لقبحه وحير يجر فيه دور من سدح من مالهاس أمر بعقبة من أبي معيط منك سقن إلا الدروفر فضربت عنقه أيضا صبرا أسنن والد جلي وحير نكو كان هذا الرجلان من شر عباد الله في الآية لبن إنه أبحن وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله هذه مسلمين توعي يجري ما فرتوا حركان إيبن أولان ما يعني حلقة تخلص وطبع شريرين أهاي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال استشار أصحابه أصحابه سحو كل شور في الأسارة ضدك إمارة لسوق فالي ماذا يصنع بهم حوك سمية وضدك لسوق فالي ما لينا مصبع فيديا تقادم. فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر أسوه حو إشارة أهلي يقصعون نقضي بأن يقتلوا إن لدلوا أوحي وكفر جم ذا حد يسيوا غير هذو قال ذي يقول نقان هذو هذا الجيش نقص أبابله مرك أنت قارتها لججرنا سياسة مرضى ما ذا حكروا لا سواق هذا صلوا وكفر جم ذا حد يسيوا بري هذا أبابله يقص السمين هاي مرك وإن ما ذا حلاججر سعد إنه معذنا سجل السياسة وكلو قبي مرك وارك يجي وحرق الغوة وكحمه مرك أسير نبيه ملاوات حنتها ها وكحمة ده وحي هذا الدجال كوري أنا لقنه وحي هذا الوحان إلا حسوقه وقال وإيسن ما ذا حيسك لقال إلا هذا واحد يسود دولين أحزاب يسود دولين ما أنت هذه قلنا لقوة جر لا إنك سقار بدن إسلامه إذا بيجي الله هاي نعم. وأشار أبو بكر أبو بكر صور رأيه سبحان الله بالفداء فداء لقاطونا أبو بكر حكوا عليه إن إسلامنا واضح كرتاه في دهل إيو عن كفرنا وكحه وقابينا وجيش كنا كل سنة هنا وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر نبيك مركة وحي وافق سنة فكرة ديس أبو بكر هذا الكيس فحلل لهم ذلك إلهي مكو وحلل إنك صلوا عنانت وعاتب الله سبحانه وتعالى ذلك في بعض المعاتبة إلهي وعنانت وقالوا حلي ما كان للنبي نبي أمأهين أي يكون إنه هذا له أسراء إنه سحساق فاشؤه كقات فيديو حتى يثخن في الأرض إلى ليقه تصفى عنه داديو قال له صفى عنه لك تليقه أدر تريدون وحارة على الدنيا الدنيا ربطان حراء كقاد نساء والله ألنا يريد الآخرة إثقاب الآخرة إن الرواية قال إنه صفى عنه دفتا والله ألنا عزيز حكيم مركب ما يقول عليه الصلاة والسلام عذاب أنت الله صادق الله سوى حويم أبو بكر إلى نبيه أوينه حول محل أويسة عمر أوين هدي أن أركينا وحي للأويت وإذن الأوية هدي كلا أوين قبطة وإذن الأوية هدي كلا وإس وحيس أويان أشكاليها مركز وحوله في دي أن قادنا عذابك أنت أنا الله صادق هدو إمان لها عمر ما نقهر لها يوحي فكرة دي سقبل قبل نعم لا تولى عفل وقد رواه مسلم في صحيح عن عباس حديثا طويلا أيوه فيه بيان هذا كله وقصان كجر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدام 400 أفر بقل أيوه كدق والدينار ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رسولكم مدينة النقضي مؤيدا أسقول أيضا مارث مظفرا إلى قولي منصورا قولي سي قد أعلى الله كلمته إلهي كلمة أكر قاضي ومكن له ملكي أو كعنت كساري وأعز ما أعزي نصره وقرقار كيسي فأسلم حين إذن مركز وحاء إسلامي بشر كثير من أهل المدينة كواح بدنا إسلام تحالي يري هنا ماشر عيار مطالب ومن ثم معنى قاره هم إسلامي لكن قار نفاقهان الإسلامي ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته ومن المنافقين في الدين سوغل تقية سيد دين تسوء إلى عليان إلا قال هذا تهدو أذين وحليهين اسم ملك مرك تقيه وقال أنا وحير هذا أمر قد توجه أول حو سلا الدين توافش المدن تميل قارمز
markii quraysh ba laga taxalusay oo waxa uu arintan arin socon waa mid la gaari karo ma tusoo noqonay somalke aan xogaas ka muluqmuluqayn naam halkaas loogu joogo sallallahu alayhi wa sallam.